الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، ماذا؟ فأنت لا بأس أن تدافع عن الحق في حدود ما تستطيع، فإن لم تستطع فأنا أنصحك بالإقبال على العلم والتعليم، وستتضح الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد. وإياك إياك أن يصدوك عن العلم. كيف يصدونك عن العلم؟ يرسلون لك كل يوم واحدا يجادلك، وغدا يرسلون آخر، وهكذا حتى يصدوك عن طلب العلم وعن مواصلة حفظ القرآن والاستفادة من كتب السنة. فأنت تدعو وتعلم في حدود ما تستطيع، وتقبل إقبالا كليا